بوابة معبر رفح من الجانب المصري بتشهد استمرار دخول الشاحنات الإغاثية اللي بيتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني، ده طبعا بالتزامن مع تواصل هبوط طائرات المساعدات من دول عربية وأجنبية ومنظمات إنسانية في مطار العريش لنقلها لقطاع غزة. امبارح دخلت أول حمولة شاحنة للوقود تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة وبتحمل 24 ألف لتر من السولار. تشهد بوابة معبر رفح من الجانب المصري استمرار تحرك شاحنات محملة بمواد إغاثية تنقل مساعدات يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن مع تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من دول عربية وأجنبية ومنظمات إنسانية لنقلها لقطاع غزة. ودخلت أول حمولة شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تابعة للأمم المتحدة تحمل 24 ألف لتر من السولار. في الوقت نفسه تصل لمطار العريش بشمال سيناء يومياً طائرات شحن تنقل مساعدات ومواد إغاثية إلى قطاع غزة، حيث يتسلم المساعدات الهلال الأحمر المصري ويقوم متطوعون بتفريغها وإعادة نقلها وتجهيزها على شاحنات تتحرك تباعاً من العريش إلى معبر رفح في طريقها لقطاع غزة. وسجلت بيانات حركة استقبال المساعدات القادمة من منظمات دولية إغاثية ودول عربية وأجنبية منذ بدء استقبال الطائرات الناقلة للمساعدات في 12 من أكتوبر الماضي حتى 11 من نوفمبر الجاري 110 طائرات نقلت 2712.34 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والأغطية من 31 دولة ومنظمة إغاثية. وتوضح حركة استقبال المساعدات أن أول طائرة مساعدات هبطت بمطار العريش في 12 من أكتوبر كانت قادمة من الأردن وتحمل 12 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية. وسجلت البيانات أن المنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات هي 8 طائرات من منظمة الغذاء العالمي و8 طائرات من اليونيسف و4 طائرات من منظمة الصحة العالمية وطائرتان مشتركة بين منظمة الغذاء العالمي واليونيسف وطائرة من الصليب الأحمر وطائرة من منظمة أطباء بلا حدود وطائرتان من الاتحاد الأوروبي. والدول التي وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي 17 طائرة من الكويت و10 طائرات من تركيا و8 طائرات من قطر و7 طائرات من الإمارات العربية المتحدة و6 طائرات من روسيا و4 طائرات من الجزائر و3 طائرات من الأردن و3 من العراق و3 من إندونيسيا و3 من فرنسا، بالإضافة إلى طائرتين من المغرب وطائرتين من السعودية وطائرتين من باكستان وطائرتين من البحرين وطائرتين من إنجلترا وطائرتين من البرازيل. ووصلت طائرة واحدة من كل من تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا وتركمانستان. وتضمنت المساعدات المنقولة إضافة لشحنات الأغذية والمواد الطبية والمستلزمات الإغاثية 12 سيارة إسعاف وجهازي أشعة طبية وفلاتر مياه وخزانات مياه ومولدات كهرباء وأجهزة طبية وأبراج إنارة وشرائح طاقة شمسية. ميناء العريش بدوره يستقبل شحنات مساعدات قادمة لغزة، وبدأ باستقبال سفينة شحن تركية تحمل مستلزمات طبية، بالإضافة إلى التجهيز لاستقبال سفينة شحن مستلزمات طبية قادمة من دولة الإمارات العربية. ويستمر وصول المساعدات براً من كافة محافظات مصر، حيث تم دخول نحو 900 شاحنة لمعبر رفح تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية. كما يتواصل استقبال الجرحى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر، وغالبيتهم يتم احتجازه في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء، إضافة إلى حالات تنقل للعلاج في مستشفيات الرمد ببورسعيد ومستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ومعهد ناصر بالقاهرة والنهيان بالقاهرة. كما أن محافظة شمال سيناء خصصت مكاناً لاستشفاء المصابين الفلسطينيين الذين يكملون مرحلة العلاج بالمستشفيات المصرية بنادي اتحاد سيناء بالعريش.
وتشير بيانات مستشفى العريش العام إلى أنه يتواجد بأقسامها المميزة والعناية المركزة 54 محتجزاً من المصابين الفلسطينيين بغرف العناية المركزة والقسم المميز بالمستشفى تحت الرعاية الطبية الكاملة، كما تم تحويل 9 حالات لمستشفى الرمد ببورسعيد ومعهد ناصر بالقاهرة، بينما تماثلت 9 حالات للشفاء وأجريت بالمستشفى 52 عملية جراحية للمصابين. ويواصل المتطوعون بشمال سيناء دورهم في خدمة الأشقاء الفلسطينيين المصابين ومرافقيهم في مستشفيات شمال سيناء، بالإضافة إلى العالقين الذين تعذر سفرهم بسبب الحرب على غزة. ويقوم المتطوعون بدورهم في تقديم المساعدة الإنسانية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية والإعاشة والدعم النفسي، كما تم أيضاً تقديم الخدمات للعالقين الذين توقفوا عن السفر إلى غزة في شمال سيناء نتيجة الحرب، ومن بينهم أسر تضم أطفالاً ومرضى، إلى جانب الدعم وتوفير احتياجات فرق الإسعاف والأطباء المرابطين بمعبر رفح وفرق النقل للمساعدات وسائقي الشاحنات الذين يتولون نقل مواد الإغاثة وتوصيلها تباعاً لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح.